والمعصية دي. شوف لما تقف قدام ربنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيحاسبه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. تخيل إنك وقفت بين إذن ربنا كده، الله العظيم الكبير الجبار المهيمن، الله القاهر القهار، وقفت أمامه وسألك ربك: عبدي لما عصيتني؟ تقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يا رب ما عملتش. ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه لا يرى الا ما قدم. هتقول له ايه؟ عبدي. وتروح طالع لك كده زانية، كذبة، مال حرام، غيبة، شك، ألم أنهك عن هذا؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي ألم يبلغك وعيدي؟ عبدي هتقول لربنا ايه بقى وانت واقف قدامه ومفيش غير جهنم؟ طيب يا رب انا غلطان، رجعني وانا مش هعمل كده تاني ابدا. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا حسرتهم